على تراب جماعة بني يخلف وعلى بعد 12 كيلومترا من مدينة المحمدية، يتواجد المطرح العمومي المراقب المشترك لعمالة المحمدية وإقليم بن سليمان، شاغلا مساحة تقدر ب50 هكتارا على الضفة اليسرى لوادي فيفيخ. عهد تدبير المطرح إلى شركة إيكوميد. يستقبل المطرح أزيد من 700 طن من النفايات يوميا من 9 جماعات ترابية مختلفة، يفوق تعداد سكانها النصف مليون نسمة. تقدم إدارة المطرح خدمات مختلفة، فبعد دخول الشاحنات تخضع لقياس وزن حمولتها، ثم تتم مراقبة نوعية النفايات المحملة لتجنب المواد الممنوعة. يتم طمر النفايات في مدافن جهزت بطبقة عازلة تمنع تسرب العصارة نحو الفرشة المائية الباطنية، ثم تنقل نحو المعالجة. يوفر المطرح فرص شغل لائقة ومتعددة لفائدة الساهرين على إنجاح مختلف مراحل التدبير المعقلن للنفايات. نفايات يتم دكها وتسريحها بواسطة آليات متطورة للتقليل من سمكها، وكلما بلغ سمك الطبقة 4 أمتار تتم تغطيتها ب25 سنتيمترا من التربة عالية النفادية للحفاظ على صلابة المدفن. ثم يتم نقل العصارة وتجميعها بأحواض ذات طبقة عازلة تمنع بدورها التسرب قبل نقلها إلى محطة المعالجة الكيميائية. الحاوية الأولى خاصة بإضافة مؤكسدات تغير لون الليكسيفيا، أما الثانية فيتم فيها إضافة مواد تغير من الطبيعة الكيميائية للعصارة ما يخلصها من المواد الملوثة. يتوفر المطرح على مختبر يقوم بتحاليل مخبرية مختلفة. يؤدي توالي عمليات الدفن إلى تخمر النفايات، ما ينتج عنه مجموعة من الغازات السامة على رأسها غاز الميثان وغاز ثاني أكسيد الكربون. يتم نقلها عبر أنابيب الشفط نحو محطة تثمين الغازات وتوليد الطاقة الكهربائية. الكميات المتبقية من هذه الغازات السامة يتم التخلص منها في غرفة للحرق تحت درجة حرارة جد مرتفعة. على بعد حوالي كيلومتر من المطرح يقع مجرى وادي فيفيخ، نظام بيئي نهري موسمي مميز بغاباته السفحية الكثيفة وتنوعه البيولوجي الغني. يتموقع المطرح أعلى السفح الأيسر لوادي فيفيخ، تفصله عن مجرى الوادي غابة كثيفة ومتنوعة الأصناف، حيث نجد الزيتون البري إلى جانب الصنوبر والأوكاليبتوس وغيرها، مشكلة مأوى حيويا متميزا للكثير من الزواحف والحشرات وبعض الثدييات كالخنزير البري والثعالب، علاوة على أصناف مختلفة من الطيور المائية والبرية التي تتخذ من هذا الوسط مكانا للتعشيش أو محطة للاستراحة. تسهر إدارة المطرح بشكل دوري على القيام بتحاليل مخبرية لمياه الآبار والوديان المجاورة حرصا على نظافتها. تقنيات معالجة حديثة، قدرة تنظيمية دقيقة، تخطيط استراتيجي مضبوط، كلها مميزات جعلت من هذا المطرح العمومي المراقب نموذجا إيجابيا للتدخل البشري السليم في النظم البيئية.